السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد من مقاطعة بلاين، فيديو جديد من كراج الميكانيكي، ولكن المرة دي مستوى 2، وحالا هنروح نستلم التيار الجديدة ونوصل لمستوى 3. انا عارف ان احنا ما لعبناش بمستوى 2 كتير ولا اوريكم ايه هي التفاصيل اللي موجودة في مستوى 2، بس تقريبا مستوى 2 ما فيهوش اي حاجة زيادة غير ان الراتب زاد من 900 ل 1000، لان الراتب كل مستوى بيزيد 100، وكمان اخدنا لبس جديد اللي هو لبس ميكانيكي بتاع مستوى 2. دي بس كانت كل حاجة في مستوى 2. المرة دي بقى احنا مستوى 3، هنروح دلوقتي مركز التوظيف علشان نستلم المستوى جديد في مركز التوظيف اللي هو مستوى 3 في جراج الميكانيكي. طبعا بقى مستوى 3 ده غني عن التعريف، في كل حاجه اي شخص بيدور عليها في الميكانيكي، التعديل والتزويد. بس خلينا في البدايه نسجل دخول علشان بس اوريكم اللبس بتاع الميكانيكي اللي هو مستوى 2، عشان هنغيره حالا ومش هنلبسه تاني. الاول كده بس انا غير مسجل دخول بالخدمه، يبقى مش دي العلامه. فين البلبايه؟ تقريبا في مكتب كده بنخش نسجل فيه تقريبا، يعني هنا كده. انا ما اعرفش اصلا انا فصلت في الجراج ده ليه. العلامه ايه؟ يلا بسم الله. احنا طبعا هنا مستوى 2، ده طبعا اللبس بتاع مستوى 2 زي ما انتم شايفينه كده. طبعا اللبس بتاع مستوى 3 هو ده، وده بتاع طبعا مستوى 4، بس احنا هنلبس مستوى 3 اللي هو شبه المتدرب، بس الفرق في لون اللبس يعني. وممكن بقى نلبس سيفتي كده برتقانيه او السيفتي الصفراء، بس بصراحه انا خلينا في مستوى 2 بس عشان ما يحصلش حاجه، لحد بس ما اروح نستلم الترقيه دلوقتي. نظبط كمان الموجه، راديو طبعا على موجه 20. يلا بسم الله، يلا بقى نسجل دخولنا، وبعدها بقى على طول نروح على مركز التوظيف نستلم الترقيه الجديده. حاليا سجلت الدخول وبقيت سطح لوس. خلينا كده بقى بسم الله نفتح عمي الجراج ده. طبعا اخترت لوز، كان ممكن نروح ساندي بس المره فاتت كنا في ساندي يعني، فقلنا المره دي خلينا لوز بقى ننوع، لان كمان لوز ما عملناش فيها كتير. المره فاتت لما عملناها ودونا على طول فن المينا ولا دعم المينا، عشان كده المره دي اخترت ان انا اكون في لوز. ممكن برضه نختار بوليتو، بس بوليتو دي يعني بتبقى زي عقاب كده، اللي بيعوز يعاقبوه في الميكانيكي على طول بيودوه بوليتو. بسم الله الرحمن الرحيم، ناخد بس كده الاكل والشرب عشان تبقى امورنا تمام. نفلل بس كده الاكل والشرب اهم حاجه. ايوه كده الامور تمام. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ للعمال احنا نروح على مركز التوظيف نستلم الترقيه الجديده، عشان بقى نرجع تاني ونبقى مستوى 3. نغير اللبس ده نخليه لبس مستوى 3. طبعا لسه مصفي السطحه، السطحه كانت خلاص بتشطب صفتها كده. بس كده نقول للمسؤول من جي 187 الى مشرف واحد. اكيد ابو عمار. من جي 187 الى مشرف واحد، كيف الاشاره؟ مفيش مشرفين ولا ايه؟ من جي 187 الى مشرف 2. لا مفيش حد بيرد ليه؟ اكون انا حاله 70 نطفي الراديو كده ونشغله. من جي 187 الى مشرف، محتاج اروح مركز التوظيف اجي استلم الترقيه. يا عم الحاج رد عليا، اروح ولا لا؟ استلم. يلا بسم الله، ناخد العجله دي معانا كده في طريقنا، يمكن نحتاجها. اكيد هنحتاجها، يمكن نحتاجها ايه بس. بسم الله. هو اللي هم حطوه ده، هو ده ممكن نخزن فيه الجراشات؟ والله ده ممكن. ليه طيب المكان ده بتاع ايه اصلا؟ يمكن عشان المزادات اللي بتحصل هنا. يلا بسم الله. انا طبعا دلوقتي 6 مليون ونص، هنشوف اخر الفيديو هنكون تمنهم كام، بس اتمنى يوصلوا 7 مليون. بس انا مش مطول يعني، هي بالتحديد بقعد ساعه، ساعه ونص بالكتير قوي في المقاطعه بالميكانيكي. طبعا انا ارفع جراش الميكانيكي تاني، كده بقينا مستوى 3. كده بقى نقدر نفتح التعديل والتزويد. اقول لكم كمان ازاي يعني الحاجه دي موجوده. بس خلينا نرجع تاني على الجراج برضو عشان نستلم اللبس بقى، لان اللبس كده بتاع مستوى 2 واحنا دلوقتي مستوى 3. فشت عربيه تندرا كمان على الشمال، ايه حلو قوي قوي. بس اهم حاجه ان انا اعرف فين اماكن العربيات عشان وقت الزنقه نجيب العربيات اللي احنا حافظين اماكنها دي. الله جامد العجله اللي احنا ماشيين بيها دي، ايه ده عجله كمان، حلو قوي. خش بقى كده نلبس اللبس الجديد، ربيت الجراج اللي بيفتح بالشقلوب ده. بسم الله. قائمه الملابس ميكانيكي 3، ده طبعا بتاع مستوى 3، ده طبعا ميكانيكي 4، ده بتاع مستوى 4 زي ما قلنا. بس احنا بقى اللي هنخلينا فيه اللي هو ميكانيكي 3 اللي هو بقى بتاع مستوى 3، ونلبس بس السيفتي. طبعا السيفتي برتقاني اوقات بيحصل فيه حالات 70 كده بتلاقيه مش مظبوط. انا مثلا لو لبسنا بتاع متدرب ده وحطينا مثلا عليه السيفت البرتقاني دي، بتلاقيه عمل حاله 70 كده او حاجه غريبه، بس مش هتلاحظها طبعا في الحركه دي. بس اللي هعمله بقى اللي انا هروح على لبس ميكانيكي 3 واحط السيفت الاصفر ده. السيفت الاصفر ده ايه ده؟ لا ده هو بقى اللي عامل حاله 70، شايفين من فوق كده ما عند الكتف عامل حاله 70. ايه ده؟ ده برده لا، يبقى البرتقاني بقى، لان البرتقاني هو كده، اما الاصفر هو اللي فيه الحاله دي. حلو قوي، خلينا بالاصفر. بس نتاكد طيب ان السيفت دي عاد البسها على اللبس ده ولا لا. طبعا مش ينفع البس الفيست للاسف، الفيست مستوى 1 ومستوى 5 بس. خلينا بقى نخلينا في ايه ده؟ لا لا مش ميكانيكي 4 طبعا، اكيد ميكانيك 3. ونحط كمان بقى النضاره. ايوه كده. انا شايف اللبس الصراحه مش قد كده، بس يلا نعمل يعني، نصيب نصيب. ايه الراديو؟ الراديو اتقفل ليه ده؟ مين اللي قفل الراديو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نروح بقى نحجز العجله دي كده بقى ونبتدي شغلنا بقى. فلوس، الفلوس طبعا حلوه في الفلوس، اكيد مش زي سند يعني، بس حلوه في الفلوس، نمشي بيها امورنا. طبعا في سطحه كمان معايا هنا في فلوس، انا سطحه وفي واحد كمان معايا سطحه. يا رب بس ما طلعناش خازوق اسمه مرور ولا خازوق اسمه رائد الحراسه ويحجزوا معانا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، نباشر بقى الشغل. عايز اوريكم قائمه التعديل والتزويد بصراحه، بس مش عارف منين. تقريبا لازم احط العربيه في المكان اللي انتوا عارفينه ده، بيتحط في الجراج، وافتح قائمه التعديل والتزويد. ممكن اعرف افتحها في الفيديو ده، اشوف كده لو اقدر افتحها هوريها لكم بتتفتح ازاي وايه الحاجات اللي فيها بالظبط، علشان تبقوا واخدين فكره يعني قبل الفيديو اللي جاي اللي هو هنبدا بقى نعدل ونزود فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، اول سيكل. يلا بسم الله، اول 8000، اول 8070 خبره ان شاء الله.
متفائل ان انا هتيمهم ال7 مليون في الساعة ونص اللي هفتحهم دول ان شاء الله. يعني مفيش عجله كده هنا ولا هنا ولا في اي حاجه، اكيد العربيه دي مش مركونه كده من فراغ، يعني اكيد ما بتتحملش على السطح، بس هنجرب كده نشوف يتحمل ولا لا. انا في العادي ما بحبش المطر في الفايف ام، بحبه عادي وانا في الاوفلاين وانا مركب مود جرافيك، بس بصراحه في الفايف ام ما بحبوش. يلا بسم الله. بس اللبس حلو يعني احسن من اللبس الاخضر اللي احنا كنا لابسينه بلون زي العسل ده، اللون ده حلو بصراحه، لون كويس كده في نفس الوقت يحسسك انك ليك مستوى حلو يعني. ايه ده حط لي عجله، والله انت راجل محترم. ادي تاني 8000. بسم الله الرحمن الرحيم، كده بقينا 16000. تعالى تعالى حط حط. انا بحب الناس اول اللي بتسيب عربياتهم او العجل بتاعهم هنا في المكان بتاع الحجز ده، تحسهم ناس شبعانين كده. استنى بس الكام ثانيه دول، بعد كده ننزل السطح ونزل العربيه اللي على السطح يعني. يلا بسم الله، حجز المركبه لسه ثانيتين. يا سلام على فن التعديل والتزويد. انا بص انا فاضل لي تكه بس يعني، وباخد الدوره على طول. الدوره اخدها ان شاء الله يوم الاثنين اللي جاي، فاول ما اخدها على طول هنفتح نشوف بنعمل ايه مع بعض بقى بالتعديل، ونستلم بقى بلاغات التعديل والتزويد وكل الحاجات دي. يلا بسم الله. في سيكل هناك اهي، وسيكل كمان قدام. خلينا ناخد السيكل ده. ايه ده، ده في كمان هايلوكس جوه. لا خلينا ناخد السيكل الاول عشان محدش ياخدها. ما ترد جي 151 بقى. مرر. استلم. بسم الله الرحمن الرحيم. تالت سيكل دي ولا الرابعه تقريبا؟ دي تقريبا الرابع مركبه احجزها. حلو قوي، 32000 كده عليه. واه مش بلاغ تصفيه ولا حاجه. ايه ده احنا زدنا 150، مش زدنا 100 بس، زدنا الراتب في الراتب 150، لان المره اللي فاتت كان 1000، اما بقى في المستوى ده 1150. حلو بصراحه. تعال نروح ناخد الهامر دي كمان، بس يا رب ما يكونش صاحبها فيها، لان كنت شايفه بيتحرك. اتمنى يكون حاله 70 يعني واخدها. الحلو فلوس بقى ان انت هنا في يعني في محيط جراج الحجز نفسه بتلاقي فيه حاجات كتير، اما بقى لو بعت بتلاقي اكتر، بس بصراحه يعني الدنيا حلوه فلوس. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى يا باشا، يا رب ما يكونش راكب فيها بس. الحمد لله كويس انه حاله 70. الشاحنات دي لو كان يركنها لي جوه كان زمان حجزتها. حجز. يا سلام عليك يا راجل يا محترم انت، لو معايا اسطول. احنا قريب قريب هنجيب، قريب هنجيب الاسطول يعني. 187 استلمت اخر بلاغ كده، بس كده نحط مارك على البلاغ. هو ده هنا ده بعيد شويه، خلينا بس كده نحدد مكان البلاغ الاخير ده عشان بس نبقى عارفين مكان، عشان وقت ما نيأس نقوم رايحين مخولين من هناك. يا نهار ابيض على كميه المركبات المهمله، يا نهار ابيض ثلاثه فك. لا 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 لا، احنا هنفكنا من البلاغ ده او مش هنفكنا منه، بس احنا ايه، احنا هنكنس المدينه دي دلوقتي، نجمعهم كلهم دلوقتي واحده واحده. في كتير قوي هايلوكس ولا اسمها ايه دي، ديتسن، سيلفرادو، سيلفرادو مرفع، وغير كده البلاغ بتاع الدفاع المدني اللي كان بلغنا عنه ده. احنا نملى بقى السطح بنزين ونروح بقى نحولهم كلهم واحده واحده. اوف ده مين مطلع التندرات دي كلها وشكله ضبلها. لا ما شاء الله اليوم باين عليه حلو بصراحه، ربنا يستر. بس انا لوحدي حاليا فلوس، اللي كانوا فلوس اللي كان فلوس معايا مشي، بقيت انا بس اللي فلوس. حلو قوي. يلا بسم الله اللي بعد. ليكسس 2 تندرا، هو بتاع ليكسس جه، هناخد احنا التندرات. يا ريس خد سيارتك وسيب المتضبله انا هحجزها. تمام يا ريس حبيبي. يلا بسم الله. موضوع الثواني اللي بين الحجز والحجز ده ممل قوي، بس في نفس الوقت بينفع برضه، علشان لو انت لسه حاجز مركبه وميكانيكي زميل حاطط مركبه ثانيه ما تقدرش تسرقها منه يعني. يلا نروح على بلاغ الدفاع المدني بقى، واي حاجه قدامنا هناخدها على طول. عايزين نزود بنزين بس عشان الدنيا تعبانه شويه في البنزين. ادي البتاع يا عم بتاع المرور، خد الديتسن وخد السيلفرادو المرفع. مش عارف انا بتوع المرور دول يعني، مش عارف والله، بس اقول ايه. طيب يا ساتر يا رب، تسلم يا غالي، تسلم حبيبي يا فان. انا مش عارف والله، لسه دايما بتعلق في المكان ده. خلينا ناخد الديتسن دي. يلا بسم الله. ايه تعالوا، دي مكفيه سطحه واحده يا ابني، تعالوا كلنا. انا بس نروح نزود بنزين الاول، لا خلينا نروح نحجزها ونزود بنزين من البنزينه اللي جنب الحجز. طب ايه بنزين؟ انا ملاحظ كمان ان في عربيات مهمله هنا في مركز تعليم القياده عند الرخص. واحده وسيكل حلوين دي، نبقى نرجع ناخد. يخرب بيتك يا مرور، على انتوا طالعين لنا كده. اقول لي بس مش عارف انا ايه ده، كله يشارك الميكانيكي في اي حاجه الا الميكانيكي ما يشاركش حد. يلا بسم الله نحجز ديت سنايا دي. ايه ده حلاوتك، دول اتنين مرور. شو الاخبار؟ هلا تحب تسلم بس المكان؟ كله تمام يا ريس. شو الاخبار؟ تعالى انت بتعمله ده بقى، شو الوضع كيفك؟ كله تمام يا مدير، امور طيبه، كله تمام. انتوا اللي بتعملوه ده انتوا الاثنين. كله تمام زي عمرك. لا لا شكلك مش عاجبك يا عم. وانا شكيت يا عم، هو اوريدي مش عاجبني انا، مش عارف الاقيها منين ولا منين. انتوا بتاخدوا عيد التصليح واشياء يا حول. انت كمان بص في عيد التصليح اللي بحقنا يعني بشكل عام. لا اله الا الله حبيبي، مع السلامه. والله يا جماعه يعني برضه مش عارف والله احبهم ولا اكرههم، بس هنعمل ايه طيب؟ للاسف هنحبهم. يبقى الرائد بقى مستنيين الرائد، الرائد هم اللي مش عايزينهم، اما المرور ما يشتغل حس كده نسيب المرور. بس الرائد لا طبعا، شويه هنلاقي صحه رائد طالعه لنا زي الخازوق دلوقتي. اوف ده سطحات متفجره. حلو قوي، اكس اكس وبونتيك. خلينا ناخد مش سطحات متفجره، عربيات اقصد. خلينا ناخد البونتيك دي الاول. يلا بسم الله. لحد دلوقتي ما جاليش ولا بلاغ تصفيه، بس ماشي مش مشكله، ان شاء الله هيجي يعني. انا كده كده الوحيد اللي فلوس ميكانيك طبعا، في مشرفين يعني. نروح نجيب الاكس 6 بقى، اكتشفت كمان عربيه موجوده في الميه. حلو قوي، يبقى ننزل نجيبها وقت الزنقه. ايه ده مين اللي رامي العربيات دي كده؟ عيب يا جدعان، العربيات المهمله دي ما ينفعش. عربيه تعالى ناخد الثانيه، وانا هاخد حاجه، انا هاخد حاجه اخدها. طب راح اخد اللي هناك، ما دخلوا ازاي هنا؟ ياه مشكله. ايه العربيه مفجره بتاع عادية. رب ما يكونش حد خد الاكس 6 بس. حلو قوي لسه زي ما هي. هو اللي بيحصل في الميكانيكي دول هم قاعدين مع بعض كده. ميت. اوكي عربيه كمان اهي. حلو قوي، في طليان هنا كمان، يا رب بس ما يكونش راكب فيها حد. كل ده هيتلم دلوقتي، بس تلحق قبل
المرور بس. لا اله الا الله يا جدعان، حرام بقى، حرام يا مرور. طب واحد، طيب لازم يبقوا اتنين يعني. مرر. استلام رقم البلاغ 105. ده عاوز ايه ده بقى؟ اوف ده بعيد قوي. ماشي نروح نشوف عاوز ايه. نحجز بس الاكسس 6 دي اهم حاجه. يلا توكلنا على الله. 40 لك دي مهمله بس الاول كده. لا راكب فيها واحد. ماشي يا ميكانيكي انقذنا يا ميكانيكي. يا رجاله يا ميكانيكي هيلب يا ميكانيكي. يا ما ايش في مش عايزه تعال نسقها. بص انا حزقه وانت زق. كل واحد حزق. بسم الله الرحمن الرحيم. هي فيها ايه طيب اللي فيها؟ ما بتتركبش. شوف ما اقدر. لا لا طب افتحيها، ممكن يكون حد قافلها. افتحيها كده تضبلي ايه؟ يب ما بتتركبش برضه؟ ولا حصرها حاجه ولا شيء ما ادري. استنى نجرب كده. لسه ما حرقت. لا حول الله. لا لا خلاص عشان مطر مدخن برضه. جربي كده. لا للاسف ده انا هاخدها دي على الحجز. دي لازم يعني هناك في الحجز بيعالجوا الحاجات دي. اه لا اما فاتوره ب 30,000 دي ممكن تحل الموضوع يعني. مين صاحبه العربيه؟ لا سيارتي بسمع. ايه دي؟ بسم الله. طيب طب اخدها على الحجز طيب؟ يلا ما للاسف هو كرسي واحد. لا 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 ما تركبيش هتعملي حاله 70. على بركه هنا. انا بركب قدام وبعدين. اوكي ماشي لو قادر اقوى ورا. ماشي سلامتنا سلامتنا يا حضره الميكانيكي. لا لا ما تقلقوش ما تقلقوش اهم حاجه السلامه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا 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 لا, لا, لا حرام حرام عليكي حرام. انا جاي اساعدكم يعني. ما قلت اعملوا فيها كده. بس اغني لك عم السوق. انا ابني مش شايفكم. انتوا ابني ايه؟ انا بقول لكم جاي اساعدكم. انتوا عاملين فيها كده. كتبنا على اسامينا. مرحبا مش كمان مش كمان يا غالي احتاج وسع ودع. شوف يا رمان يا رمان ودع على 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 يا رمان يا رمان حليم في شانتي يا غالي. مش قادر والله انت واعي. قولي مقلوله مقلوله حب مسوي زي كذا. سوري سوري يلا شانا. ايوه ايوه اثبتي بقى اثبتي. ايه يلا بسم الله. ما شربتش من لها. طب قربتي تغني لها. نعم كريك بربر ايوه اللي قام ايش كمان افطر طرش غني لي. لا غني انت جاي. انت مغرمه بالمسلسلات المصريه. المية بايديك وعدوية عطشان. طب صاحبتي وين؟ بنشوف انا ما جنبك. ايه ممتاز. لا لا ما تقلقش قربنا نوصل قربنا نوصل. يا عربية كل ورا دي؟ انا عربيتي ولا سرقنا؟ انتوا اغنياء قوي كده ليه؟ والله نفسي في المشاكل دي. انا نفسي ابقى عندي مشكلة كده اللي انا غني. السيارة الاطفالي هذه ما ادري صراحة محرك طفى يعني دي خبر في عين عين صوت عني. يعني دي وش يلا بس. لا لا سيبيه احجزه. سيب السكر احجزه. لا 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 احجزه عايز احجزه. يلا بسم الله نحجز الايطاليان. نادي ايطاليان بسم الله. وصلنا 87,000 في تقريبا 40 دقيقه او 30 دقيقه يعني. خلينا بس كده نظبط الفريمات. كمل بقى مشوار الحجز بتاعنا. نروح عند الجراج اللي هو بتاع المينا ده. بيبقى فيه عربيات كتير جدا هناك. مفيش اي حاجه هنا للاسف. ايه في عربيه ورا اهي. لا خلينا بنجيبها لما نركب. تصفيح سند ليه يا عم؟ ما تيجي لوس. حلو قوي عربيه متشقلبه. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي كمان عربيه على الكوبري فوق. حلو بدات الدنيا تتحلو. بورش يا ابني ورايح سندي. تيجي يا ابني لوس. لا حول ولا قوة الا بالله. يلا بسم الله. حجز الليكسز. قربنا نوصل قبل 83. كمان توجد ضعيف صراحة. لو توجد قوي صراحة يعني هعمل شغل جامد. انا كان زمان 10 مليون على الاقل يعني. مالها الدنيا نشفت كده ليه؟ في اوف ما اروح كده الاطفاء والانقاذ عشان احجز العربيات المفجرة دي. كانت موجة كام؟ 16 باين. نروح على موجة كام؟ 15. من جراش الميكانيكي الاطفاء والانقاذ. كيف الاشارة؟ من جراش الميكانيكي الاطفاء والانقاذ. نقول اخر مرة لو ما ردوش يبقى احنا لنا الاذن ان احنا نشيل عربيات مفجرة. من جراش الميكانيكي الاطفاء والانقاذ. نطلع على الموجة بتاعتنا بقى. جي 107 وطمين عودة من موجة الاطفاء والانقاذ. نحب العربات المفجرة دي. بس نحط شوية بنزين بس رب بس انا بس زيهم. كده بقى في سطحتين معانا. بقينا ثلاثة موجودين فلوس. يلا بسم الله نكمل شغل ده. يا جدعان بقى مفيش بلاغ تصفية كده. معقول المقاطعة كلها مفيش حد عايز يصفي؟ طمينا ال 100,000 حلو قوي. مين اللي مشارب العربية دي؟ هات يا باشا رب بس ما يطلع نفسك. يلا بسم الله. هات يا عم. تعالى حب قلبي. ابقى تصفية زي ما انت عاوز. تنكر نفط. عارف سندي. عارف انا ايه ده؟ مفيش حد فلوس خالص. تعالى هايلوكس. ولا انت راكب فيها ولا ايه؟ لا لا ياكي حاولني بوليت مرر امن عام. طب زودني بالموقع غالي. استلمت جي 187. استلمت اخر بلاغ. نحجز العربيه دي ونروح للامن العام ده نظبط له دنيته عشان ما يكونش متعطل. على ما بيضل 151. تعالى غالي تعالى بس توصل المحطه ما بيعزم. تمام يا ريس. خلاص يعطيك العافيه. مرر مشكور حبيبي يا ريس. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعطيك العافيه يا شيخ. بدك فاتوره غالي 3000. هي 3000 شامله التعديل والتصليح ان شاء الله. يلا بسم الله.
صلح حاله بقى حبيبي الله يعافيك. طب ما بالك يا دي الرائد يا عم، انا سايبها لك وماشي يا عم. احد الرائد دول يعني بتوع المرور مقبولين شويه عن بتوع الرائد بصراحه. بتوع الرائد اصلا معاهم فلوس، خلينا بقى نروح نصنع شويه العيال اللي معانا دول او شويه القطع الغيار، بعد كده نحط الفلوس في البنك ونشوف في النهايه بقى جمعنا كام، او نستنى نشوف يعني بعد ما نصنع قطع الغيار هنطلع كام من قطع الغيار وباجمال المركبات المحجوزه، يعني نشوف في الاخر في النهايه طلعوا كام. صافي النهايه انا حاليا قعدت ساعه و20 دقيقه، لقيت تقريبا 12 ساعه من بلاين او 13 ساعه يعني في الغالب هيبقوا في حدود يعني 180,000 185,000 في الحدود دي. خلينا كده بقى نخزن السطحة تخزين المركبة، خلينا بس نشوف عدد التصليح ولا لا. حاليا لا يوجد عدد تصليح، تمام. خلينا بقى احنا نصنع عدد التصليح دي ونروح نشتري، هنشتري على الأقل أي 10 على الأقل يعني. يلا بسم الله تصنيع عدد تصليح، احنا معانا 40 قطعة غيار، الواحدة طبعا بتديها 700، لو صنعتهم عدد تصفية تبقى الواحدة ب 900 بس. خلينا نصنعهم عدد تصليح لأن هي بصراحة أكتر حاجة بتمشي في السوق يعني. حلو قوي، وصلنا في حدود 193,000، كويس عملنا شويه فلوس حلوه. خلينا بقى ناخد 10 عيال التصليح كمان، دلوقتي في 40 عيال التصليح لان انا لسه عامله برضه الصيف بوليتو برضه. انا ملاحظ ان كله بعيد عن لوس لما انا جيت لوس، بس ماشي نحط بس 10 عيال هنا ولا 15 عيال. خلي بس 10 معايا في الشنطه، ايوه كده تمام جدا. يعني كده وصلنا 6,700,000 بس كده. دي كانت كل حاجه معانا في فيديو النهارده، الحمد لله انا بقينا 6,700,000 وبقينا مستوى 3. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنكون معانا دوره التعديل والتزويد، نصور فيديو عادي كسطحه ونشوف التعديلات والتزويد البلاغات بتاعتها. ما ننساش بقى ان يوم خميس جمعه سبت بيبقى الايام بتاعه التعديل والتزويد، هنبقى برضو نصور فيها ان شاء الله ونشوف التعديلات التزويد اللي بتبقى موجوده على مركبات المواطنين العاديه. ما تنساش بقى تدعمنا باللايك والشير والاشتراك، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.